يعد ضعف البصر أو فقدانه بشكل كامل أحد أبرز التحديات التي تواجه أصحابها على مدى حياتهم الدراسية أو العملية أو حتى الشخصية، لكن ما زال هناك من يحاول أن يبعث في هؤلاء الأمل من جديد. هنا في هذه المكتبة بمدينة السليمانية بات بمقدور من يواجهون هذا التحدي قراءة الكتب واستعارتها بفضل هذا القسم الخاص بالمكفوفين الذي افتتح مؤخرا. افتتاح هذا القسم في المكتبة خبر عظيم بالنسبة لنا نحن المكفوفين، لأنه يثري معرفتنا في جوانب مختلفة ويمكننا من التعبير عن وجهات نظرنا حول قضايا مختلفة في المجتمع، بدلا من الجلوس مثل شخص لا يعرف شيئا. هذا المشروع هو الأول من نوعه في إقليم كردستان العراق، وتم إطلاقه بتمويل مؤسسة التعليم الحديث في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة. افتتحت مؤسسة التعليم الحديث في كردستان قسما للمكفوفين في يوم المكفوفين في 3 ديسمبر، ويضم هذا القسم مجموعة من الكتب المطبوعة بلغة برايل وعدة أجهزة قراءة مخصصة للمكفوفين و600 كتاب مطبوع بطريقة برايل في التاريخ والجغرافيا وسير الأعلام والموسيقى وقصص للأطفال وتعلم اللغة الإنجليزية. وبهذا القسم الخاص بالمكفوفين في المكتبة استطاع مؤسسوه أن يتركوا أثراً كبيراً في نفوس من يعانون فقدان البصر، بعدما أحيوا بداخلهم أملاً جديداً جعلهم يشعرون أنهم جزء مهم في مجتمعهم.